طيب نيجي بقى لبهارات الفراخ او بهارات الدجاج، لا تقل اهميه ابدا عن السبع بهارات اللي تكون موجوده في المطبخ. تتبيلات فراخ بحط منها، عايزه اسلق شويه فراخ بحط منها، عايزه اعمل صينيه فراخ بحط منها، عايزه اعمل ناجتس بحط منها، عايزه اعمل ستريبس بحط منها، كل حاجه بحط منها، شويه فراخ بانيه هحط منها، اي حاجه بحط منها. هي مقاديرها ايه بقى معانا؟ ركزوا جدا جدا في المعالق، علشان دي هنعملها بالمعالق، هتكون معانا في ان شاء الله في رمضان. هحتاج ايه؟ معلقه كبيره زنجبيل بودره، معلقه كبيره كاري، معلقه كبيره كركم، معلقه كبيره بابريكا، نص معلقه محبهان، معلقه كبيره توم بودره الحلو اللي احنا لسه عاملينه امبارح، معلقه كبيره بصل بودره برده، معلقه صغيره كمون، معلقه كبيره كزبره. تاني، معلقه كبيره زنجبيل، معلقه كبيره كاري، معلقه كبيره كركم، معلقه كبيره بابريكا، نص معلقه صغيره حبهان، معلقه كبيره توم بودره، معلقه كبيره بصل بودره، معلقه صغيره كمون، ومعلقه كبيره كزبره. طيب ايه اللي باخده يا فيفا احمصه؟ اهو ده الكزبره والحبهان اهم، باخدهم احمصهم برده. تمام، اقول الو يا ام طارق. عودا حميدا يا جماعه، والله نورتوني. والله تسلم ايدك بجد. ايه يا حبيبتي بجد، والله تسلم ايدك على انت على الافكار الحلوه اللي بتقولي لنا عليها. ربنا يخليكوا ليا والله. الله يبارك لك يا رب. وعايزه افرحك بحاجه. فرحيني. والله ام زوزيف كلمتني امبارح بجد والله، وبتقول لي انا والله ما كنت اعرف يا حبيبتي. والله بتقولي انا ما كنتش اعرف. كلكم واجب والله يا ام طارق، والله يعني احسن ناس، ربنا يخليكم لبعض. والله وانتوا كمان، وانا فرحت جدا بمكالمتها والله، وربنا يبارك لكم. ست جميله بقى لها كتير ما كلمتنيش، عايزه اسمع صوتك، ده نداء على فكره. حبيبتي والله انتوا كلكم ما تتخيروش عن بعض. ربنا يبارك لك والله العظيم، انت لمتينا وجمعتينا والله، يديك الصحه يا رب. حبيبتي ربنا يخليكم عليك وتسلم ايدك بجد. تسلمي. والله تسلمي. هتعملي البرطمانات دي ولا ايه نظامك؟ ان شاء الله. لا ده افكار جميله انت علمتها لنا والله. ربنا يخليكوا ليا والله. تسلمي، بتعلم منكم. ايه والله العظيم احنا بنتعلم منك كل حاجه. حبيبتي ربنا يخليكي ليا، ما تحرمش منك ابدا. الله يسترك. الله يخليكي. مستوره دنيا واخره يا رب. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي، ما تحرمش منك يا ام طارق ابدا. شكرا. الله شكرا حبيبه قلبي. شكرا حبيبتي، مع الف سلامه. حمصت ايه اهو، بصوا بصوا ريحتها، اول ما الدخان يطلع عرفوا كده ان هي ايه، تمام جدا. شايفين الدخان اتحمصت معايا اهي، هاخدها احطها في البرطم الكبه بتاعتي، واحط عليها كل الحاجات اللي انا قلتها اهو. ريحه الكزبره تجنن، وكمان عندي هنا الحبهان ريحته طلعت تحفه. ماشي، ويلا بقى ناخد مقاديرنا زي ما قلنا عشان ابقى ايه معاكم حافظاها. معلقه كبيره جنزبيل، معلقه كبيره كاري، حاضر، نص معلقه صغيره كركم، لا معلقه كبيره كركم، سوري هحط تاني كركم اهو، ومعلقه كبيره بصل بودره خلاص، ومعلقه كبيره توم بودره، اتفقنا، وكمون نص معلقه كبيره او معلقه صغيره، وحاضر حاضر، واخر حاجه عندي هنا الحبهان، لا احنا خدنا الحبهان، رشه ايه جوزه الطيب بس كده اه خلاص. واقول الو يا أم محمد. صباح الفلفل الأسمر، صباح الكمون، صباح صباح الروائح الحلوة. اه والله العظيم انت جميلة 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 حبيبتي، بنت حلقات بتطلع الطاقة الحلوة اللي يعني بتخلينا نعمل حاجات احنا ما كانتش على بالنا خالص. يا حبيبتي ربنا يخليكوا ليا والله، شكرا شكرا. والله العظيم انت جميلة، أنا بتفرج يعني حاجة يعني مخلية عننا يعني بنتفرج كده ومستمتعين.
وانا عندي التوابل كلها بس ما جاش على بالي ان انا اعمل الفكره دي. شفتي بقى يا جماعه هتوفر عليكي كتير. تغدي ربنا يا رب يديكي الصحه ويجعلك كده في نجاح، ويا رب كده تنقل لنا حياتنا على طول يا رب، ودايما حواليا يا رب بجد، ودايما دايما عند حسن ظنكم. وطارق واستاذ حسين وكلهم واسلام وكلكم كلكم ورانا، ربنا يا رب يهدي سرها ويصلح حالها حبيبتي، كلكم يا رب تستاهلوا كل خير والله. ربنا يخليكم، ربنا يخليكم لينا. انت يا جميل بقى يا امور انت، والله تسلمي على كل حاجه حلوه بتعمليها. والله انا اللي بشكرك على كل كلامك الحلو وكل دعمك وتشجيعك. لا والله انت حقيقي، انا مش انا فعلا انت بتعملي لنا حاجات ما جاش على بالنا ان احنا نجهز البصل والثوم والحاجات دي قبل رمضان، وهيبقى الجو حر ووقت صاله ووقت حاجات حلوه فعلا، ووقت مدارس ووقت شغل، وعارفه الحاجات دي فعلا بتنجز. تلاقي برطمان جاهز قدامي كده تسحبيه تحطي على طول خرطه سريه. يا شيف يا شيف، لو ست بيت هتقدر تعمل حاجتها في البيت في 20 مش فاضيين. ده حقيقي. في 20 واحده شغالين ومش فاضيين، يبقى انت ان شاء الله ربنا يجازيكي خير ويجازيكي على ميزان حسناتك يا رب. يا رب يا رب، كفايه دعواتكم الحلوه دي احسن حاجه عندي في الدنيا. طيبه واولادك وزوجك وحبايبك كلهم بخير يا رب. حبيبتي نورتيني. ربنا معاك يا حبيبتي. ربنا يخليكم معانا كلنا. تسلمين يا رب يا ام محمد، سامي كلامكم كلكم والله، ومبسوطه ان الافكار بتعجبكم بجد والله، ربنا يخليكم ليا. انا بقى هضرب البهارات الفراخ بتاعتي دي، ونروح فاصل صغير ونرجع نكمل بقى وصفتين تانيين حكاية. استنونا.